يقول السائل: عقدت على فتاة عقد نكاح شرعي بموافقة أبيها وحضور الشهود، وبعد أسبوع انقلب أبوها ورفض الزفاف بسبب أنني متدين، فما الحكم الشرعي مع العلم أن الفتاة بلغت من العمر 31 سنة ولها الرغبة فيها؟ إذا كان قد تم العقد بينكما بالشهود وشروط العقد التام فهي زوجتك، وإذا رفض أبوها فإنك تطالبه عند المحكمة، تطالبه عند المحكمة، ترفع عليه دعوى ويحضر عند القاضي وينظر في دعواك عليه.